الانفيتي تاعنا اليوم هي سلمى حمادو. راح نسمعوا اكستري ونعاودوا نقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سلمى، مرحبا بكم في فيديو جديد. بما انك تستعمل هاتفك كثيرا، لما لا تستغله للاعتناء بنفسك؟ اليوم ساقدم لكم بعض التطبيقات التي استعملها حاليا والتي ساعدتني حقا على العمل وعلى الاعتناء بنفسي. لكن قبل ذلك، لدينا سبونسر لفيديو اليوم، وهذا سبونسر مهم جدا ومفيد جدا، وهو تطبيق Let's View. هذا التطبيق يساعد على ازدواج الشاشة، بمعنى ما سيظهر على الهاتف سيظهر كذلك على الكمبيوتر من دون أي كابل أو خيط أو أي شيء. استعماله سهل جدا. أولا، قم بتحميل تطبيق Let's View من الأب ستور أو جوجل بلاي على الهاتف، ثم حمل Let's View كذلك على الكمبيوتر من الموقع، ستجدونه في صندوق الوصف. الآن لكي تصل ما بين هاتفك واللابتوب عليه. سلمى حمادو، حسن محمد ديتي في يوتيوب، ديري دي فيديو تاع موتيفاسيون، تاع التنميه البشريه، مراجعه الكتب، دير فيديوهات تاع تنظيم الوقت. بديتي في عامين حقتي حتى 610,000 متابع. مساء الخير سلمى، واش راكي؟ مساء النور. شكرا شكرا، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. راني مشلف جايه على ما اجيتي اليوم. اليوم جيتي مشلف؟ يس جيت مشلف اليوم. مازال نعاود نرجع ان شاء الله للشلف اليوم ثاني. اليوم ثاني. شحال درتي في الطريق كي جيتي؟ ساعتين في لوطوغوت. يجري هذا لي الحمد لله خويا. الحمد لله وصلنا بخير، و اي ام سو هابي، يعني فرحانه بزاف كراني معكم اليوم. مرحبا بك. يو نو اي لاف جو راديو بزاف. جيتي ديجا؟ نو جامي، بروميير فوا. سي جيت ديجا، صافي واقيلا واحد العام ونص هكا من حيت جيت. جست في جو بوزيتيف. جو بوزيتيف مع عبد الله وليكيب سي لابس. يا سي لابس، يس اليامات زينه. نحيو ليكيب سي لابس. الوغ سلمى، شكون سلمى؟ كنتي؟ بون، انا سلمى حمدو من ولايه شلف، خرجت المدرسه العليا للاساتذه اللغه الانجليزيه ومدرسه لغه انجليزيه في المدرسه البريطانيه للتجاره اند يوتيوبر. داكو، دونك بديتي قبل تقراي ولا بديتي في يوتيوب قبل؟ دونك قريتي قبل ولا كنتي تقراي وديري يوتيوب؟ كنت نقرا وندير يوتيوب. قريتي انجلي؟ قريت انجلي وي، فلوانس 4 اون، استاذه تاع تعليم متوسط، ومن بعد اخترت، هي مازال ما مسار تعليم بصح اخترت البريفي. علاش ما خيرتيش، علاش ما كملتيش في قريت تخدمي في المدرسه العموميه ولا ما كملتيش في المجال تاعك؟ صح، هي مجال تاعي يعني دراسه تدريس لغه انجليزيه، بصح ما ماشي عند ليتا لعده اسباب، من بينها الوقت، لانه بغيت شغل نستغل وقتي في امور اخرى كيما مثلا يوتيوب، بزاف صوالح. سو التوقيت تاع المدرسه العموميه ما كانش يساعدني، دونك على هذيك خيرت البريفي باش نقدر نخدم عدد ساعات تدريس اقل. ام نيرفس باش تبي البلا. ما كاينش، ما تقلقي ما والو. حنا قلقنا هذيك الماشينه اللي قدامك، شنو هذه؟ ما والو، اكيم بلاصه واحد لا ماشين عندها رجلين بيوطاك هنا، وشنو هذيك؟ الكاميرا تاع الفلوج تاعي. كديري فلوج اون ديريكت؟ وي ندير فلوج. شحال دير باش شحال يدير الوقت باش تعاودي باش تبيبلي هذا الفلوج؟ بون بالك من السمانه الجايه ان شاء الله. هذا هو الوقت اللي تاخذ لك باش تخدمي ان فلوج جينيرالمون ولا هذا سبيسيالمون؟ نو سبيسيالمون، يعني المونتاج ما يديريش بزاف وقت، نهار يومين سا ديبون انا والكسل. انت ديري المونتاج تاع الفيديو تاعك؟ انا ندير كلش ياس. كل سباب صنعاء. الله يسلمك. وقولي لي كيفاش حتى خممتي ديري تدخلي في يوتيوب، تبداي ديري دي فيديو في يوتيوب؟ بون، هي من بكري اذا جينا نهضروا سما بطريقه اعمق، انا من بكري محيت كنت صغيره كنت نبغي هكا المونتاج، كنت مالكري هكا كنت في السويام في الليسي نصور هكا فيديوهات بالتليفون وندير لهم مونتاج ونبغي نبغي هاد الصوالح. شكون كنت تبعي هذاك الوقت؟ اسكو كان عندك زعما دي بيرسون تبعيهم سبيسيالمون سوا في الجزائر ولا في ليترونجي ولا؟ بون، انا بيان سور كنت نتبع نحسي عادل السويزي ويوسف زروطه، هذو اللي كنت بزاف نتبعهم كي كنت في الليسي. هادو بارمي هادو الاولين؟ هادو الاولين وي، وهادو اللي كنت نتبعهم بزاف، بصح ما كنتش زعما عندي فكره تاع يوتيوب ولا، سي جوست برك نبغي هكا ندير مونتاج، نبغي لي فيديو منا. ومن بعد كي كنت في لافاك 2018 كنت نشارك الكتوبه اللي كنت نقراهم في انستغرام، بعد نحسي واحد الليله كنت نو جاتني الفكره تاع اليوتيوب قبل، بصح كنت نقول ما عنديش دراهم باش نشري كاميرا، كنت نقرا كنت دوزياماني هكا تروازياماني في لافاك، كنت ما عنديش دراهم باش نشري كاميرا واليوتيوب لازم له ماتيريال وما نقدرش نبدا هكا،
قلت تسمى حتى نكمل القرايه نبدا نخدم باش نشري كاميرا وزعما ندير اليوتيوب. تسمى كانت فيا الفكره هذيك تاع اليوتيوب سي جوست كنت حاسبه باللي ما نقدرش نديرها دروك. ومن بعد واحد الليله نحسي كنت نتعشى انا واختي ومن بعد كنت نحكي لها واحد الفكره قريتها في الكتاب عجبتني. بعد قالت لي علاش ما ديريش دي فيديو هكا تشاركي فيهم هادو المعلومات اللي كتعلميهم الكتابه واش تعرفي وكامل. يا واي نوت قلت لها بصح ما عنديش كاميرا. من ناقيه كانت عندها واحد الكاميرا هكا صغيره اباري فوتو. قالت لي بداي بيها ومن بعد ساهل عطيتها هاني هذيك بديت بيها ومن ثم الحمد لله يا ربي. اسكو تشوفي الفيديو الاولى اللي درتيها؟ نحسي على بالك نحسي كانت عندي تجربه سيئه مع اليوتيوب مع الاول باسكو كي بديت درت دو فيديو اون انغلي. علاش اوكي بديتهم اون انغلي وكنت نهضر على يو نو الدين هكا وربي اون انغلي. تسمى اليوتيوب لحالي لاشين كاع ما رحمنيش لحالي لاشين دو فوا على جال هذوك لي فيديو. دونك ديسيديت مع لوك تاع حصاي خلاص نحبس. قلت خلاص مالا هادي ماهيش حاجه تاعي وكامل. ومن بعد قلت خلاص ندير بالدارجه ندير بالعربيه معليش مش جر لازم. وكيفاش كان التفاعل تاع الناس في هذاك لي فيديو الاولين تاعك؟ بون ما كانش كاين تفاعل تقريبا يا ربي كان عندي 5 في تاعك واختك وواحد اخرى تاعك تاعي والتليفون تاع اختي من البيسي. ومن بعد بديتهم بالدارجه نورمال ومن بعد كنت نرماركي كنت نهضر بالدارجه برك وبديت نرماركي في الكومنتار المشاهدين من مصر من البلدان العربيه كانوا يقولوا لي بلي مانيش نفهموا فيك شكي تقولي واش راكي تخلطي علينا مانيش نفهموا ولا كلمه. وجاتني صعيبه مع الاول لانه كيف راك عارف العربيه شويه الفصحى صعيبه باش تهدرها هكا فلوينسلي هكا ديريكت بلا اي تحضير. مي على جال هذوك واحد كان واحد الربع عباد يعني واحد الربع عباد من مصر واحد الربع عباد من مصر مولينا ويفيو هكذاك هذوك الربع عباد من مصر اللي ما كانوش يفهموني بديت ندير لهم بديت لي فيديو نهضر بالفصحى ومعلوم كنت جيني صعيبه كنت ندير بزاف اخطاء كنت نعاود جاتني صعيبه بزاف مع الاول. ومن بعد خلاص ما دوالفت بالعربيه دوك تعجبني. واش شجعك ديجا باش ما حبستيش؟ كنتي تخمي بلي تحبسي هذاك الوقت؟ انا ما عنديش نحبس انا جامي نبدا حاجه ونحبسها جامي. انا عندي واحد البرينسيپ نمشي به في حياتي يعني في اي حاجه نديرها انه انا شقيت كملها للتالي وصاي في اي حاجه نبداها دائما نكملها يا لو كان مهما كلف الثمن. سو ياه ومن بعد بديت هذه هي جات منا جات علاش نهضر بالفصحى في لي فيديو على جال كاين متابعين بزاف من الدول العربيه باش يفهموني باسكو ما يفهموش الدرجه تاعنا شويه صعيبه. انت بديتي قبل دونك بالدارجه ومن بعد عاودتي قلتيها في الصحه على جال اربعه مصريين على جال اربعه مصريين في لي كومونتير. ومن بعد كيفاش كانت رياكسيون تاع اللي كانوا ديجا يتبعوك من قبل شافوك قلبتي وليتي تهضري فصحى؟ بون كانوا نتلقى بزاف اسئله يقولوا لي علاش تهضري بالفصحى كشغل تجيهم بيزار احنا مش عارف الفصحى عندنا ما تدورش بزاف يقولوا لي علاش تهضري بالفصحى ودائما نسي نفهمهم بصح من بعد نورمال عادي المهم يفهموني ذاتس ات المهم يفهموني وصاي مهما كانت اللغه. من قبل قلتي لي بلي حبستي كنتي حتحبسي نو كنتي حتحبسي ايه مع الاول كي يوتيوب نحاولي لاشين الاولى هكا ديك لي كوش اللعبه اللي شجعتك باش عاودتي فتحتي بون كاين واحد البرينسيپ انا ثاني نعاود نمشي به في حياتي اللي هو انه كي جيت هنا غير باللي برينسيپ انا حياتي غير برينسيپ انا دائما في اي حاجه نديرها نسيي ثلاث خطرات الا سييت هالمره الاولى ما صدقتش نعاود نسيي المره الزوجه ما صدقتش نسيي الثالثه هي اللي ديسيدي عندي المره الثالثه اسكو اذا ما صدقتش اذا المره الثالثه اللي درت بها بالدرجه لو كان ما صدقتش لو كان خلاص لو كان مانيش درك لهنايا صافي الحمد لله اللي صدقت. شنو هي اللي حفزاتك هذاك الوقت؟ اسكو كاين حاجه ولا فامي ولا ايه كنت مع اختي كانت هي اللي كانت تحفزني وكانت تطيرني ما قلتلهاش باللي انت وقيل انت كي حابه ديري هاد العفايس كي تطبعيني على راسي والله غير كنا باسكو علاش عندنا نفس الاهتمامات في زوج نبغوا هادو الصوالح سو كنا كم متعاونين فيها مع الاول ومن بعد بديت وحدي اسمها بديت ندير هكاك شغل ومن بعد اصلا كي تبدا اليوتيوب تبدا شغل افكار من عندك ومن بعد المشاهدين هما اللي يوجهوك تما شغل دوك انا كي بديت ما بديتش بنفس المحتوى اللي راني نمد فيه دروك بديت شويه مواضيع شائكه وكامل بديت اوكي في لي كومونتير كانوا يقولوا لي هضرينا على هذه تما انا ندي الافكار من عند المتابعين واش راهم باغيين يتفرجوا واش راهم باغيين يسمعوا مني ومن بعد بلاقل بقيت بديت نتوجه لهذا يو نو تنظيم وهذو الصوالح صح مع الاول ما كانش هكاك من اللي حطيتي لا بروميير فيديو تاعك من وقتاش بداو يجوك لي فيو بداو يطلعوا لي فيو مليح زعما ماشي خمسه ومشي هذوك الربعه تاع مصر
بون هي كاين واحد الفيديو هو درك راني درتهم بريفي واحد الفيديو الاولى اللي بديت بهم بيكوز خبيتهم خلاص شمتي بهم ولا واش ماشي لحشمت بهم شغل تفكيري في هذاك الوقت قبل العامين ودوكا تبدل دونك رايت ناو مانيش نخمم بنفس الطريقه على هذيك باش نتجنب هذو الامور كاع حنا درتهم بريفي خليت غير راني نشوف لي فيديو اللي راهم مازالوا يناسبوا تفكيري الحالي ماشي المونتاج اللي ما عجبكش من بعد اه بيان سور المونتاج ماشي شباب كاليتي ماشي شباب وجهي ماشي شباب اتس اوكي كان الفيديو نحصيه تاع الارض المسطحه درت ام نوت براود والله رحتي بعيد في التمثيل رحت بعيد كنت خلاص واحد المواضيع كنت نهضر عليهم من هذاك الفيديو نحسي من بعد بداو وبديت نحسب في هذاك الوقت باللي كي نهضر على مواضيع شائكه اسمها هي اللي راح تجيب لي الفيوز وراح نطلع ومن بعد خلاص من بعدك شغل ما وليش نبغي باسكو علاش هذوك المواضيع الشائكه يجيبوا لك بزاف ستريس في لي كومونتير كي بداو يعلقوا لك هكا تسمى باش ايفيتي هذاك ستريس وكامل بديت شويه ايفيتي هذوك المواضيع كيفاش سلمى كيفاش يجوك لي زيد تاع لي فيديو تاعك الافكار ولا لي سوجي تاع لي فيديو تاعك كاين بزاف طرق كاين مثلا كنا ديجا الكونتينو تاعك واش نصيبو في لي ريزو تاعك نصيب بزاف صوالح يعني محتوى متنوع دائما نسين اي كومباين يعني نجمع ما بين الترفيه وما بين الافاده او ميم طون باش شغل اي واحد يتفرج فيديو تاعي ماي جريت فلوغ يعني نفلوغي دروك بات راح يستفاد منه حاجه ولا راح يدي حاجه يعني تفيدو في حياته بون دخلت لاشين تاعي راح تلقى انجلي بزاف راح تلقى لغه عربيه بزاف راح تلقى تنظيم موتيفاسيون دراسه اي حاجه شوف اي حاجه عندها علاقه بالانتاجيه وباللي شغل تحقق اهدافك وكيفاش تكون نسخه افضل من نفسك هذه هي المواضيع اللي نركز عليهم بزاف لانه هذا واش راني عايشه اسمه دروك هذا هو الهدف تاعي صون نبغي نبارطاجيه مع المتابعين تاعي اسكو لي فيديو تاعك تمبروفيزيهم ولا مكتوبين توجديهم او بيان سور ما نقدرش ندير فيديو ماهوش محضر لعده اسباب منه نبغي شغل الفيديو يكون الافكار تاعو منظمه مام بلغه عربيه صعيبه باش تهدر ديريكت بلا ما تكون محضر والافكار صديق افكار خطرات انا ندير حاجه في حياتي تعجبني نقول علاش ما نبارطاجيهاش نديرها فيديو خطرات نشوف لي كومونتير زعما يقترحوا عليا موضوع خطرات اي انسبايرد مع عند يوتيوبرز وخدوخرين في اليوتيوب يعجبني هذاك الكونسيبت تاع هذاك الفيديو نديرو بطريقتي سو بزاف وبيان سور كنحضر ندير جايد لاين سيناريو سيرتو كي تكون في هضره بزاف نكتب الهضره هذيك والمواضيع والنقاط شحال الفيديو تاعك زعما باش تبيبلي فيديو شحال تاخذ لك الوقت باش توجديها وتبيبليها بون اذا ما تكاسلتش اذا ما عطلتش وما تكاسلتش حدي لي نهار نقدر نفيلميها وندير لها المونتاج ونطلعها في نفس النهار بصح كما انا نتكاسل والمونتاج اي نبغيها ما كي تكتب علينا في الفيديو والله ما هكا والله ما هكا والله شوف عبالك اكثر حاجه نتكاسل عليها باسكو علاش اعطيني ندير المونتاج اعطيني نكتب ندير بصح باش نوض نفيلمي لازمني ندير الماكياج لازمني نسقم روحي تعيي هذيك في غير لي ديفو تاعك اسما دائما نحس روحي نتكاسل على هذاك الشيء بصح جينيرالمون الفيديو يدي لي يومين واحد نهار نفيلمي نهار ندير فيه المونتاج اسكو بديتي ديجا في دوكا عندك كونت في انستغرام عندي كونت اسكو انستغرام بديتي سوا مع يوتيوب ولا بديتي نو انستغرام بديتو قبل انستغرام بديتي قبل يوتيوب الانستغرام كان نورمال بيرسونيل ما كانش حاجه كان نورمال بيرسونيل ومن بعد كنت نبارطاجي فيه كنت نبغي نقرا كتابه دونك كل ما نشري كتاب نبارطاجي منا نصور هكاك شوف ستوريز لايك اي واحد عندك 180 الف متابع في انستغرام تقريبا 178 راه حاليا 178 بديتي قبل وما طلعش كيما يوتيوب ما عبالكش علاش يا شوف عبالك شغل ما تقدرش تفهم باسكو علاش ما تقدرش تفهم كيفاش يمشيو هادو الانستغرام واليوتيوب مع بعض باسكو مع الاول كان الانستغرام طالع اكثر من اليوتيوب اوكي كان وصلت 10000 متابع في الانستغرام قبل ما نوصلها في اليوتيوب ومن بعد فجاه اليوتيوب طلع لايك فات عليها كامل فات عليها كامل يا ذاتس بيكوز وانا نشوفها حاجه ايجابيه بالنسبه ليا لانه انا مانيش تاع انستغرام مانيش دايرته بروفيسيونيل انستغرام دايرته لايك فور ماي بيكتشرز ستوريز منا بصح الحاجه اللي فري نخدمها واخريها يوتيوب عندك نفس المتابعين في انستغرام ويوتيوب نو تقريبا نفسهم تقريبا تقريبا نفسهم انتي لو ماركيتي ديري دي فيديو تسيبلي فيهم المراهقين عندي بزاف عندي من النسبه الكبيره كامل تاع العمر من 18 سنه ل 24 اسكو هما كشغل سبب النجاح تاعك
ايه هنا باسكو هما يتبعوا بزاف يوتيوب اسكو سيتي اون استراتيجي ولا هكا نو والله ما كانت ني استراتيجي ني والو مي سي جوست برك انه نهار اكتشفت ولا حسيت عرفت باللي المتابعين تاعي راهم صغار راهم تقدر تقول النسبه الكبيره من 13 سنه ل 24 سمع حسيت بمسؤوليه اكبر حسيت باللي لازمني نكون لايك قدوه لهذو المراهقين ولهذو الصغار يعني قدوه يعني قدوه جيده وانا ساعدني اصلا ساعدني لانه نحس باللي ما عند ما كاش ما بيناتنا فارق شغل نحس باللي يفهموني ونفهمهم سما انا شغلك كو وركين انا وياهم شغل نخدموا مع بعض صوت تساعدني كي المتابعين تاعي يكونوا صغار واش لي كومونتير اللي يجوك البلوس من المتابعين تاعك زعما بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف نحبو اكثر نيجاتيف نو بوزيتيف الحمد لله يا ربي ولا غير هذه حاجه نفتخر بها و هذه يعني تقدر تقول بلي هذه هي الحاجه اللي مخليتني متحفزه دائما لليوتيوب ولا باش ندير حاجه لانه دائما عندي الفيدباك هذاك بوزيتيف اكثر من نيجاتيف ما اذا كان نيجاتيف نيجاتيف جينيرالمون حيكون الانجليش تاعي وهذا يعني نعذرهم بصح ما همش فاهميني ماشي كي نهضر انا اونغلي بزاف معناتها راني منتفاخر ولا راني نزوخ ولا نو سي جوست برك انايا هذه هي خدمتي واي لغه لو كان ما تستعملهاش في حياتك اليوميه راح تنقص لك سما انا باش ما تروحليش الانجليش هذيك وباش نقدر نكون نقري بمستوى عالي لازمني نستعمل الانجليش دائما سما على هذيك هضرتي بزاف متاثره بالانجلي ولا هذه تقريبا الانتقادات يكون على الانجلي بزاف مازال كي معنا الساعة راهي 1:25 دقيقة نحن نسمع أغنية لعندو نولو الو مساء الخير مروة واش راكي لاباس انتما كوم ملاح الحمد لله الحمد لله لاباس مروة منين اكيد عيطنا من العطاف من العطاف ولاية عين دفلة الله يبارك واش ديري في حياتك مروة طالبة جامعية تخصص ادب فرنسي الله يبارك قريب كيما الانفيتي تاعنا وراني نقرا في بلادها وين تسكن تعرفي مروه تعرفي سلمى بيان سور عندي بليس كعام راني نتبع فيها في يوتيوب متابعه وفي اي معك سلمى كش ما حبيتي تقولي لها واش تاو مروه الو سلمى الله مروه هاي هاو ار يو ام جود ثانك يو هاو ار يو انا بون ديكونيكتي مانيش خلاص الحمد لله الحمد لله غير صافي بليزير مروه كي عيطتي باش تهضري معايا بغيت نقول لك باللي راني متبعاتك عندي شحال ونبغيك بزاف ثانك يو سو ماتش وربي يكون معاك ان شاء الله وتوصلي وراكي باغيه امين ان شاء الله ربي يوفقنا كامل ان شاء الله ثانك يو سو ماتش مروه واش سمحي لي مروه واش لي فيديو اللي تبعيهم شنو اللي عجبوك الاكثر تاع سلمى نايس كويستشن دغيا انا راهم يعجبوني لي فلوغ تاعها ام فلوغين ياس على بالي شفت لي ستوري تاعك صباح نتبع لي ستوري بوكو بلوس في الانستغرام فيديو غير تحطو نكون انا الاولى اللي نشوفو هذيك تبعتي اسكو تبعتي لهذيك الكابتور تاع بلي زيرو في بصح تحطت لا فيديو لا لا هذيك ما بعثتهاش هذيك هي اللي باش تبروفي لنا بلي صح تبعي من الاولين نتبعها من الاولين مي جامي بعثت لها ميرسي بوكو ميرسي بوكو والله غير صافي بليزير فرحتيني بزاف مروه مروه اسكو تعرفي شويه لونجلي تانيك ولا تعرفي غير فرونسي شويه يا قريت كنت نقرا سبيسياليتي لي لونغ ما نهضر شويه داكور دونك تسلكيها اونغلي تاني هذا عطيك الصحه مروه الله يسلمك جود باي مروه وقعدي تسمعينا سلامه بيان سور ميرسي مروه اجان ميرسي نعم مروه واش كنتي حتقولي لنا قلت لكم حتى انا نبغيكم وراني متبعتكم دائما يعطيك الصحه صافي بليزير نوجه تحيه لرميسه رميسه نحيو رميسه معنا تانيك في ليكيب قول لها ميرسي بوكو يعطيك الصحه يعطيك الصحه مروه تبقاو على خير سلامه مروه عبد القادر واش راك لاباس جوبيا فوسي الحمد لله عبد القادر واش راك منين راك تعيط لنا من ولايه تبسه واش راهم ناس تبسه والله جوبيا سي فو لاباس وين عبد القادر اسكو تعرف الانفيتي تاعنا اليوم وي بيان سور جو سوي ان غران فان ان جور جو لي دي سور انستغرام سور بريفي جو دي جو ان هوم جو ان بروفيسور دو دانغلي بيان سور تخرجت من الجامعه مي جو سوي ان غران فان دو تو
اي سمعت راهي تشوكات. او ماي جاد دوك راسها ما يخرجش من الاستوديو اليوم قاعد هنا. عبد القادر من وقتاش تتبع سلمى؟ واه صافي بوكو صافي 7 mois. J'ai vu sur Instagram parce que je suis un grand fan d'Instagram. Ou un jour j'ai commencé à voir ses vidéos. En plus on est dans la recherche. T'as habin n'arfo, habin chouf avec Huawei nouvelle avec Fidzai avec Adroblinglizia ou quoi. C'est tous les influenceurs. Ou bien sûr, on a travaillé dans le jardin mais on n'est pas employé. Ça veut dire on chouf, on aime chouf les idées terne en pratique. On chouf ouais, par exemple, t'appliques les idées avec des habin dira dans le futur du Jazeera ou quoi là comme des influenceurs sur YouTube ou là des influenceurs sur Instagram. Nous aimons nous mettre comment dire l'évolution, notamment le gil de Saad, nous aimons apprendre les nouvelles techniques d'éducation, surtout la langue anglaise. Ou habit me poser une question en anglais, habit tout le temps de l'anglais sur la radio. Alors, question en anglais, la seule réponse c'est que non anglais, c'est ça. اه سي سير سيغتان ديرو لي هكا هيا خلاص كيدو كي تيستيك قبل ما نتيستيك انا يا ربي هاي اتفضل عبد القادر. So Selma, I'm a big fan of you and since you started your video vlogging and everything I was very impressed and I never hided when somebody had a talent. Well, you are very talented. Oh my we are God. Very impressed by you and very grateful for the videos you're making on YouTube channel. And thank I want you. To tell you something. Would you please tell me your vision about the system here, the educational system here that Algeria is making into practice? I need your critical thinking about the education here of the language. And I want you to tell me if you have the power to suggest to those people who have the same talent as you in our country, what can you suggest, to do? Since we have a lack of unemployment here in our country. Yes. Well, I'm very grateful for your answers, and I want to encourage you as possible, as fast, as big. Well, I'm... And I wanted to tell you that I'm sorry if this was because it's unexpected and my questions maybe seems not prepared for you. No, not at all. Yeah. Not at all. خير سلمى بون هو هذا كتاب ولا كيستيون عبد القادر؟ No, ما بداهاش بكيستيون بداها with like a nice introduction خلاني فرحانة وبعدا معليش دوك دير لنا ترادكسيون تاع كاع واش قال باش تريبوندي لنا. حبيت نقولها بلي اون اي تري فيير ديل باسكو الا في كيك شوز كون اون فوا با تو لي جور اون الجيري. حبيت نقولها بلي الفي دي شوز انكرويابل سور سا شين. اون اي تري فيير ديل. عطيك الصحة عبد القادر. حكي الهضرة انا وسي راني ستريسي سور لا كيستيون. دونك هذيك هي لا كيستيون تاعك عبد القادر. واه خلاص دوك جاوبها لك اون ديريكت لا كيسيون تاعك مي ترجمينا قولي لنا قبل واش قال لك عبد القادر. سقساني على واش رايي سقساني واش رايي في النظام التعليمي خاصه في اللغه الانجليزيه هنا في الجزائر واش هما زعما اقتراحات ولا يو نو شغل رايي الخاص في النظام تاع التعليم. Can you answer him in English? In English, of course. So, yeah, of course. That would be my pleasure. So, well, we need, especially in learning English, like teaching English, like teachers of English, especially at schools, like they don't really tell the students how important English is in their daily lives or in their professional lives because, you know, like... I remember actually when I was in high school and our French teacher told us that, oh, you should really learn French because everything in university is in French. So French is very important. If you don't know French, then you're nothing. So, but I've never heard something about English, even though English is an international language. Sorry. I was like, so excited. بون نشوف باللي واش يخصنا حنايا في التعليم خاصه اللغه الانجليزيه انه الاساتذه يزيدوا يوعوا التلاميذ اكثر باهميه تعلم اللغه الانجليزيه خاصه انه
العالم كامل راه يتعامل بها، وحنايا كجزائريين لازمنا نواكبوا هذه اللغه تاع العالم، لانه كل حاجه حنحوسوا عليها، كل يعني باش تدي اكبر عدد ممكن من المعلومات من المصدر لازم لك تكون تعرف انجلش، اذا كنت سيها في جوجل سو انجلش از فيري امبورتنت. وانايا نقترح انه كامل الاساتذه يوعوا التلاميذ بهذا باش يقدروا يركزوا معاهم، لانه التلاميذ ماهمش فاهمين اهميه اللغه الانجليزيه على هذيك ماهمش يقراوها. Je pense قناعتك عبد القادر بالله ريبونس تاعها. Oui, oui, je suis très convaincu. Elle est très convaincante. En plus, elle est très simple, elle est très fine. Ne vous inquiétez pas, on est très fiers d'elle. Merci, à tes Thank you so much. Thank you. Good work, right? Merci, à tes Abdelkader. معنا سندس من باتنا. وش راهم الناس باتنا سندس؟ سلام لله. مساء الخير سندس. ما شو اسمعوا فيك ملاح؟ بتكم عمداس. مساء الخير سندس. مسمار واش راكي صافا؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. راكي تعيطي لنا من باتنا سندس؟ ايه. شحال في عمرك سندس؟ 15. الله يبارك. الله يبارك. تعرفي لانفيتي تاعنا سلمى اليوم؟ ايه. تبعيها صافي شحال نتي تبعيها سندس؟ عندي من العام اللي فات. ايه. واش راكي حابه اي قدامك سلمى، واش راكي حابه تقولي لها ولا تسقسيها؟ حاب نقول لك سلمى بلي فيديو تاعك يعجبوني بزاف، وكنت خدمت نحس بلي الموضوع نخدم كلش. يو بيتنا شخصيك بك حابة هلف مي بليز، حابة نفتح يوتيوب وخالتي قالوا لي بلي هذه مضيعة الوقت وماش هدخل في الجزائر، بصح نمشي بزاف من نصور دي فيديو نحطو نقطع المنتجم نحطو ماما ما نحطوش كيف توصحيني حتى نقنعهم بلي اليوتيوب هذي حاجة مليحة هكا وبلي ماهيش مضيعة ومانيش حنودو لقرايتي. ويل سندس يعطيك الصحة سندس بوغ لا كيستيون. يا ثانك يو. واش تقدري تجاوبيها؟ أمين سندس، إذا بغيتي تبروفي لهادو الناس لما يقولوا لك بلي اليوتيوب ما ضيعت الوقت، take me as an example. أنا بديت اليوتيوب وأنا نقرأ في لافاك وتخرجت وكملت قرايتي ومازال ندير اليوتيوب، و it's so normal. عارفي برك كيفاش تنظمي وقتك، واليوتيوب خاصة إذا كنتي يعني حتقدمي محتوى يفيد الجزائر وراح تدي فيدباك ولا راح يو لانه كي تمدي حاجه للمجتمع اوتوماتيكمون المجتمع راح يزيد ثاني هو يمد لك حاجه يو نو سو جامي لكن اليوتيوب مضيعه للوقت، سي جوست برك لازمك تنظمي وقتك وتعرفي كيفاش ما تهمليش في قرايتك، وقت القرايه قرايه وقت اليوتيوب يوتيوب. اوكي okay? yeah. But it's a normal thing, it's a good thing. وإذا كنتي فري باغية وشايفة روحك باللي تقدري تنجحي في يوتيوب ولا عندك إمكانيات، يعني ماشي إمكانيات يعني كاباسيتيز، يعني عندك قدرات في هذا المجال، ننصحك باش you go for it. ابدأي. اوكي أعطيك صحة سندس. I will support you. أعطيك صحة سندس. سلامة. I love you too. Thank you. ساعة راهي الوحدة وواحد واربعين دقيقة، نروحو نسمعو توباك ونعاودو نولو. نحكو على واش كنتي دي... صح واش كنتي ديري قبل ما تكوني يوتيوبز، انتي يا بروف تاع اونجلي. وي. اسكو راكي تقري؟ قلتي لنا قبل ملي ما رحتيش مدرسة ما قريتيش مدرسة عمومية، بصح اسكو تقري ايور؟ وي نقري في ايكول بريفي بريتيش بزنس سكول، مدرسة بريطانية للتجارة، جاية في دراريا دروك رانا نقرو اونلاين على الانترنت. ما خيروك على جال النوبخ تاع لي زابوني تاعك ولا على جال النيفو تاعك تاع اونجلي؟ والله والله غير ما نكذبش عليك، بون انا عرفتهم هادو في 2019. اوكي اند اول مره كي رحت عندهم ما رحتش على اساس باش نقري، سي جوست كونتاكتوني باش ندير لهم يو نو بروموشن اد. ومن بعد كي رحت تلاقيت بهم ما كانوش عارفين اصلا بلي نقرا شغل البروف. سو من بعد كي سقساوني قالوا لي واش ديري منا، قلت لهم نقرا في مدرسه على اساتذه لغه انجليزيه، قالوا لي اسمها يور تيتشر، كان مازال لي عام باش نتخرج. نو 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 في العام تاعي تاع التخرج. العام هذا كانت خياماني ايام بعد وانا كي هدرت معهم كلش ان انجلش، ثم كي شافوا باللي يو نو ام جود وكامل وان بلوس هذا هو هذه هي سبيساليتي تاعي، دونك بديت نقري معاهم. دونك صح عندك نيفو مليح تاع اونجلي. الحمد لله ما نقولوش نيفو مليح بصح الحمد لله. علاش راني نسقسي فيك؟ باسكو راح نتيستيك. اوه تيست تربحي لو انستغرام اوورد. او لا لا لو كان جيبي التيست عندي ليسته تاع كلمات بالدرجه
نشوفوا شحال تقدري ترجميهم لي بالانجلي في دقيقه. في دقيقه شحال تقدري ترجمي من كلمه بالانجلي من الدرجه للانجلي. اوكي 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 اسكو كي واجده ام نات بصح يروح مانيش واجده بصراحه. اوكي يلا ليتس ستارت. الو ذا جيم بيجينز ان 3 2 1. مخده بيلو. سهله مهله اروح خوف الوقت. سهله مهله سهله مهله. ايزي سكويزي ايزي سكويزي. جر دراور. ضربيه. راق. راني زقو. ام بروك. راني مقطع بالجوع. ام ستارفينغ. كيف هذه جمله؟ يعطونا ياهوتا يزيدونا بيضه يعطونا خبز ويقولونا راحوا للدار واش حبيتوا. او ماي جاد they give us yogurt and bread and eggs and they tell us to go home. Avancez l'arrière. I don't know. Pass. Flexili. Charge. Recharge. I don't know. Like hit me up. نحط لي يد عليها. Put my hand on. شوفها. See. الكورتاج. A line of cars. برافو. مبروك عليك انستغرام. هو عرفتي كاع الجمله طون مين كلمه طون مينوت ما كري ما عرفش افونسي لاريير ولا غير راحت بلوكيتي افونسي لاريير بلوكي راسي تبلوكا حبس جو شوف افونسي ادفانس تو ادفانس سمحونا على النيفو تاعي. I don't know, like go ahead or move behind, move back. I think move back. I don't know. والله ما عنديش ما قدرتش نصيبها ولا ما فيف افونسي لاريير. والله غير فيف افونسي لاريير. الو قول واش احكي لنا على تجربتك واش رايك في التعليم في التدريس. اسكو تو بريفير تدريس ولا اليوتيوب؟ هما في زوج والله غير في زوج ملاح ما نقدرش نخير. في زوج عندي في زوج نبغيهم. اليوتيوب شوف الفرق ما بيناتهم ان اليوتيوب نحس روحي فري حره نهضر على واش نبغي ندير واش نبغي ماي شانل. بصح في التدريس نو في التدريس راني مقيديه ببروغرام ماشينا نحكم في راسي عندي مسؤوليه اكبر لانه لازمني ماشي كما اليوتيوب شغل هي صح انا نبغي نفيد الناس وكاع نتمنى ندير فيديو بصح اللي ما بغاش يستفاد نورمال اتس اختيار تاعو. بصح في التدريس نو في التدريس لو كان راني نقريك شغل ما نقدرش نرقد في الليل لو كان نعرف باللي راهم شما ستودنت تاعي ماهمش يفهموا ولا ماش توصلهم الفكره ولا ما راهمش يديروا تقدم. تسمى التدريس عندي بزاف حاجه مهمه بزاف عندي. كاين صعوبات عندك صعوبات في التدريس بارابور اليوتيوب؟ ايه اوف كورس يعني صعوبة في التدريس اكثر لانه شغل راك تعلم حاجة للشخص اللي شوية لازمك باسكو علاش كاين ناس ماشي كيف ماشي كاع يقدروا يفهموا كيف ماشي كاع يقدروا يحصوا على المعلومات كيف دونك لازمني ندير طريقة اللي تناسب الجميع اللي تناسب اللي يفهم بالخوف واللي ما يفهمش بالخوف باش نقدر كامل ان كيما دوكا كيما جانا الكورونا كامل غلق كلش. اسكو تفضلي تدريس ا ديسونس ولا كيما كنتي تقري في كلاسة؟ بون حنايا بدينا الاونلاين قبل ما تجي الكورونا. قبل اي قبل موالفه كنا دايرين اونلاين ودايرين او ميم طون في ليكول لانه كشغل في ليكول غير تاع الجي باسكو جاي هنا واللي اوغويلايا اللي كشغل بغينا نعطوا فرصه لكامل الناس في الجزائر ميم خارج الجزائر. عندي طلاب بزاف من المغرب من السعوديه عندي بزاف من البلدان من تونس من ايطاليا من انا نحسب فيهم كاع بسبيني قال هذا من فوقتي واش عند البلاد واش من البلاد سو بغينا نمدوا الفرصه لكامل الناس انه يكون عندهم يقدروا يتعلموا انجلي. اسكو تدخلي دراهم اكثر باليوتيوب ولا بالتدريس؟ بالتدريس ديفيرونس يوتيوب راكم عارفين يوتيوب تاع الجيريا اليوتيوب ما هو يعني مليح. هل يقدر زعما يدخل يوتيوبر في الجزائر في شهر؟ شوف هي سا ديبون دونك نقول لك علاش سا ديبون لانه ماشي بعدد لي فيو. اولا اليوتيوب ما يحسبش بعدد لي فيو يحسب بعدد يعني بالانجيجمنت على لي فيديو تاعك يعني اسكو راهم يتفرجوا لمده طويله اسكو كاين تفاعل. وثاني على حسب الكليك تاع كل بلد كيما الجزائر الكليك تاعنا بزاف ماهوش رخيص يعني يكون سوما عندك سوما طايحه سوما طايحه سوما كي يتفرجوا عليك بزاف جزائريين ما راحش يكون عندك بزاف. هما يعني اللي يتفرجوا عند اللي تقدر تقول لي فيديو اللي يكونوا اونجلي يتفرجوا بزاف من الامريكان ولا من كندا من حتى السعوديه اللي قادر تربح بزاف دراهم بصح ماشي حاجه هكا
فلما اسكو ديجا انت لي كرياتور دو كونتينو لي يديروا لا بوب في لي ريزو سوسيو تما لي طاغ لي بارتناريا مع لي مارك ولا لا ما ديريش سا ديبون انا ندير غير مع لي مارك لي نحس روحي شغل يناسبوا المحتوى تاعي ماشي كيفاش تعملي معاهم لي مارك هادوما هادو كي يجي كونتاكتيوك اسكو زعما تقبلي كلش ولا ما تقبليش نو ما نقبلش كلش هذه اوف كورس تسمى اول حاجه لازمني نشوف انا نسيي لازم نسيي هذاك اذا كانت ابليكاسيون ولا كانت اي برودكت لازمني نسييها ومن بعد الى عجبتني اي اجري هما اصلا مفاهمين تما عندهم سبيشالي اذا خدمت من بلدان اخرين مع الابس وكاع هما عارفين تما دايما يعطوني اسياج نسيي ومن بعد يقولوا لي واش رايك نعاود نقول لهم فيدباك الى عجبني ندير لهم الى ما عجبنيش نقول لهم ام سوري كيما دوكا قلتي ابس خدمتي اون ابليكاسيون ياك وي عندي ابليكاسيون اسمها سلمى سلمى حمادو اسكو تقدري تحكي لنا على هذا لا بون الابليكاسيون هذه تناس يعني تتماشى مع اليوتيوب تاعي باسكو حبيت نعاون اكثر بالكتابات يعني فيها نصائح فيها مقالات دونك ماشي غير تهضري برك في يوتيوب بدرتي ابليكاسيون دونك فار اكزومبل دوك انا في اليوتيوب نقول لهم لازمكم تكونوا لايك برودكتيف وانتاجيين لازم تنظموا الوقت سمح حبيت نمد لهم حاجه اللي فري تعاونهم وتقيديهم اللي هي الابليكاسيون يقدروا تكتب فيه تو دو ليست تاعك تعطيك سكور شعل دونك واش فيها الابليكاسيون هذه بون فيها نصائح كل يوم صباح توصلك نصيحه اليوم باش تبدا بها نهارك عندك سؤال ثاني يفكرك مثلا شربت الماء بزاف اليوم هدرت مع لا فامي يفكرك يفكرك بصوالح علمك تعيش تما وكاين عندك قابليه انه تكتب تو دو ليست يعني قائمه مهام ويعطيك مع التالي سكور شحال راك انتاجي شحال الاخر وثاني كاين مقالات يعني كل خطره مقاله حول الموضوع بالتفصيل اسكو بون ديري انت بزاف موتيفيشنال فيديوز كامل اسكو لازم نتعلموا في هذا الدومين اسكو لازم يكون عندنا ديبلوم ولا تقدري شغل كي شايفه روحك بلي تقدري تكوني شغل تموتيفي الناس تحفزيهم وكامل في اليوتيوب بون باش نكونوا سما باش نفرقوا انا مانيش موتيفيشنال سبيكر انا مانيش سبيكر كوتش دو في نو 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 خاطيني كامله دوك صالح نو 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 اتس نوت ماي ثينغ سي جست برك يو كان ساي برودكتيف لايف ستايل الا بغيت تسميني ماشي حاجه زعما تعب فري هكا جيس برك واش انايا كيفاش انا عايشه كيفاش قادره ننظم وقتي عايشه نشاركها مع الناس ذاتس ات بصح هذيك تاع الكوتش وكاع نو اتس نوت ماي ثينغ وشنو هما احكي لنا بون سي بريسك لا فان تاع ليميسيون وي وي احكي لنا وشنو هما مشاريعك سلمى واش راكي شايفه روحك دون 10 دون 10 عندي اون مارك تاعي تاع واش بزاف صوالح بزاف حوايج خمارات امين ما كان حتى مشكل في حوايج لايك اتس ا جود ثينغ اذا كان ستايل تاعي نو شغل عباك حوايج نشوفهم باللي you express yourself معناتها شغل أفكارك وانت كشخص تخرجها في حوايج في ستيل تاع حوايج معين اسكو تكملي في يوتيوب of course YouTube is my thing دايما ما كاش فيها نقاش يعني كاين بزاف مشاريع متنوعة من بينها ان شاء الله يا ربي كتاب why not على واش كم واش تعلمت تقدر تقول يا بيكوز انا نشوف روحي اكثر في الكتابة نكتب نبغي الكتاب اكثر ويا that's it I guess سلمى لحقنا لا فان تاع ليميسيون اسكو عندك ان ديرني مو ولا بون ميرسي بوكو جو راديو على الانفيتيشن كانت بزاف حصه هايله بزاف استمتعت خاصه اللعبه هذيك اي عطيني الاورد تاعي من بعد وميرسي بوكو كامل اللي عيطوا وسمحوا لنا اللي عيطوا وما قدروش يهضروا ام سو سوري و ثانك يو سو ماتش كامل اللي راهم يسمعوا فينا نبغيكم كاع نبغيكم و ثانك يو سو ماتش على المتابعه و thank you باسكو فيدال وتبعوني و you know I love you guys so much I love you all و thank you so much أعطيك صحة سلمى ودي تحياتي إلى أمي وأبي عمتي في الشطية أعطيك صحة سلمى